التلفزيون الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أصبحت روسيا للمرة الأولى أكبر مورد للنفط إلى الهند لتحل محل العراق، وذلك خشية أن يؤثر وضع سقف للأسعار اعتبارا من الخامس من كانون الأول على الإمدادات. وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط من روسيا ارتفعت للشهر الخامس على التوالي لتبلغ 908,000 برميل يوميا في شهر تشرين الثاني، بارتفاع بلغ 4% عن شهر تشرين الأول، مضيفة أن النفط الروسي شكل نحو 23% من إجمالي واردات الهند البالغة نحو 4 ملايين برميل يوميا في شهر تشرين الثاني. وأظهرت البيانات أن واردات الهند النفطية من العراق تراجعت الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أيلول عام 2020. أعلن البنك المركزي العراقي وصول حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياته بتاريخ الدولة، مسجلاً ما يزيد على 90 مليار دولار. وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري إن احتياطات البنك المركزي وصلت إلى أعلى مستوياتها وتجاوزت 90 مليار دولار، مبيناً أن ما يعول عليه البنك المركزي هو أداء الجهات المالية المعنية التي تنعم الآن بوفرة كافية جداً من الأموال. ورغم هذا الارتفاع، لا تزال أزمة رواتب الموظفين وارتفاع معدل البطالة والفقر هي المسيطرة على المشهد بالعراق في ظل الفساد السياسي. أصدرت الحكومة الحالية في العراق قراراً بصرف مبلغ 400 مليار دينار لرواتب موظفي كردستان العراق. من جهته، أفاد رئيس ممثلية حكومة كردستان العراق في بغداد فارس عيسى بأن إرسال مبلغ 400 مليار دينار لكردستان العراق يأتي ضمن اتفاق مبدئي مع الحكومة في بغداد تعقبه حوارات. إلى ذلك، ذكرت رئيسة كتلة الجيل الجديد صروة عبد الواحد أن هذا المبلغ هو مستحقات شهري تشرين الأول أو تشرين الثاني وكانون الأول الخاصة برواتب موظفي كردستان العراق. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع قيمة صادراتها غير النفطية إلى العراق بنسبة 4% خلال الأشهر الثمانية الماضية، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت منظمة ترويج التجارة الإيرانية إن إيران صدرت سلعا غير نفطية بقيمة 4,300,000,000 دولار إلى العراق، بينما كان حجم هذه السلع العام الماضي بقيمة 4,100,000,000 دولار. وأعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى الإسحاق أنه من المتوقع وصول حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن هدفها رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنويا. انخفضت أسعار النفط العالمية وسط ارتفاع المخزونات الأمريكية مقابل تفاؤل التجار بشأن توقعات الطلب في الصين، وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ شهر آذار عام 2021، مدعومة بانبعاثات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وخفض المصافي نشاطها. من جهة ثانية، عزز السوق توقعات وكالة الطاقة الدولية التي ترى أن الطلب الصيني على النفط سيتعافى العام المقبل بعد انكماش قدره 400,000 برميل في اليوم خلال عام 2022. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.